درجات الحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية في 8 محافظات في وسط وجنوبي البلاد، تتعرض لموجة حر منذ 15 من تموز الماضي. عدة محافظات أعلنت تعطيل الدوام الرسمي لتأثرها بالمنخفض الجوي الموسمي الذي حذرت منه الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، متوقعة استمرار موجة الحر حتى منتصف آب الحالي. أكثر المناطق اللي تتأثر بهذا الموضوع هي المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، حيث سوف تصل إلى درجة الخمسينات. يعني العاصمة بغداد منذ يوم أمس هذا اليوم قد سجلت 50 درجة مئوية. عندنا بعض محافظة كربلاء، الأنبار، واسط، النجف اليوم سجلوا 50 درجة مئوية، لا 51 درجة مئوية. نتيجة نسبة الرطوبة اللي موجودة في محافظة البصرة تقريبا ساعدت في انخفاض شيء بسيط من درجات الحرارة، ولكن تقريرنا يشير إلى إحنا لحد يوم الجمعة إن شاء الله بإذنه تعالى تصل درجات الحرارة إلى 52 في بعض مناطق الوسط والمناطق الجنوبية. ما تشهده البلاد من موجة حر خلال هذه الفترة لم تمنع المواطنين من مزاولة حياتهم اليومية، لا سيما الكسبات منهم، على الرغم من تحذيرات الجهات المختصة من ارتفاع درجات الحرارة. يعني تأثر على الصبغة الجلدية، تأثر على كل شيء، حتى على حالتك النفسية، أعصابك تنهار، تتعب. يعني انت مو عندك مثلا، عندك مثلا من ترجع انت حترتاح بالبيت، ما حترتاح بالبيت، هم تلقى الكهرباء ما مطفيه، يعني مو على المولدين، مبرد الذب بوخه نار جهنم. اثرت علينا لا بقت تايرات، لا بقت ماكينه، لا عبري يصعد ويانا، لان حار هسه وين يوقف العبري؟ مضطر اطلع بهاي الشمس الحاره، لو بالليل، وبالليل من طالع بالشارع؟ رزقنا على هاي الدراجه والحار بعد هاي بيد الله، شو نسوي اولاد؟ ونطلع مناطق مثلا حي الجهاد، الكراده، المنصور، القاهرة، شارع فلسطين، وبهذا الحر، وهاي عندنا خوذة تحمينا، والحمد لله والشكر. موجة حر تصاعدية تشهدها البلاد وتحذيرات تطلق للوقاية من أشعة الشمس اللاهبة، ما دفع الحكومات المحلية في بعض المحافظات وأبرزها البصرة لتعطيل الدوام الرسمي لتفادي انعكاسات هذه الموجة. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.